رح نتابع محطاتنا. يعني شيف محمد عم بيحضر لكم اطباق لكم وعم بيطعمينا كنافه نحن من ورا ظهركم، بس ما بخبركم شو طيبه. بس هو هلا عم بيحضر اطباق كثير طيبه كمان لكم هلا مباشره على الهواء. بننتقل لعندكم لعنده ولعنا نحن لحتى نتابع اكلتنا تحت الهواء ورشه ملح. صباح الخير لك المشاهدين من جديد. رح نبلش نحضر طبق الحلو. اول شيء حنعمل كريم باتيسير، كريم كثير طيبه وبحبوها الكبار والصغار وبتركب معنا بمعظم اكلات الحلو، بتدخل يعني هي اساسيه وسهله التحضير. اول شيء لحتى نحضر كريم باتيسير بدنا نحط لتر حليب، بدنا بيض وسكر وكورن فلور. لحتى يغلي الحليب بهالوقت رح جهز البيض على البارد. بتحضر كل لتر حليب بده 4 بيضات، هذا 4 بيضات. راح نحط السكر، سكر فينا نحط 150 جرام فينا نحط اقل اذا بتكون اقل الحلاوه تكون شوي. هذا نشا، بيض سكر نشا على البارد كله. بقلب الحليب راح نحط قشره حامض، مش برش حامض، قشره الحامض بهالشكل، لانه بس بعد شوي بس يغلي الحليب ونحط فوق منه البيض والسكر والنشا رح نرجع نشيلها للقشره ونكبها. رح نخفقه لينعموا كلهم بهالشكل. اذا بدكم هي رخوه شوي بتقلل كميه الكورن فلور فيها. نشا الذره دائما بنستخدم، وعجينه التارت تعودنا نعملها ومرقت معنا كذا مرة، حارجع أذكركم فيها بشكل سريع. بدنا 600 طحين، 400 زبدة، و200 جرام سكر وبيضة. نعجن السكر والزبدة، بنرجع بنضيف عليه الطحين والبيضة وبنتركها بالبراد ترتاح شوي. هيدا على البارد صار عندي بيض 4 بيضات، 150 جرام سكر. عم تمر الوصفة بهالوقت على الهواء. انا حعملها اليوم التارت، حنعمله بالمشمش المجفف وحنعمله بالتين المجفف، وراح استخدم معه التمر. التمر بنشيل بذره منه وبنعمله بهالشكل. هلا حنعمل بعد شوي هيك بدها تصير، بنشيله قبل بوقت من البراد ليطرى ونقدر نستخدمه. إذا ما بدنا نحطه كتير بالبراد فينا نزيد النشا شوي بتشد أسرع. هلأ في شيء كتير مهم لازم نعرفه، بس يبلش حليب يغلي لازم ناخد شوي حليب سخن ونحطه فوق الخليط اللي على البارد ليصيروا قراب لبعض بيشبهوا بعض. لأنه عادة إذا شلنا البيض حطيناه دغري فوق الحليب أوقات كتير بنشوف بقلبه مثل خيط أبيض هيك بيعمل أشياء بيضة، بيكون البيض استوى ما بيسوى. فبناخد شوية حليب بنحطها فوق منه و بنحركهم. وهلأ بنرجع الحليب بلش يغلي، رح نضيف دغري فوق منه بهالشكل مع التحريك السريع. وبده غلي 3 دقايق بكون صار جاهز. بنحطه بجاط او بصينيه وبنغطي وجهه بورقه نايلون خشخاش او بندهنه شويه زبده بنطبعه بالزبده حتى ما يعمل معنا قشره سميكه. اذا عمل وجه سميك ما بيعود يدوب بقلب الطبخ. رح ارجع لعندي غيدا وبعد شوي ححضر لي كمان تارت شوكولاته لحاله غير الفواكه المجففه. ياي مجرم مجرم سفاح، كيف بدي ضاين ما بقى بتاع بقلب الكاميرا. بعد هيك كم شغلات من عندك يعني شيف محمد، بينك وبين شيف حسين بيوسعوا لي الكادر، بيصيروا بركي بيصير ال سي دي والبلازما ما بيقعدوا بيساعوني.
هلا انا شخصي والله كثير اضعف من ما بتشوفوني على التلفزيون، بس انه يعني كمان ما بعرف. راح نتابع محطاتنا، وجون موجود معنا ايضا لحتى يخبرنا هالمره عن جانب موسيقي وكمان اغنيات وانغام كثير حلوه على غير موجود. بونجور اجان، اهلا وسهلا. عن جد اليوم حلقه بعتقد ون اوف ذا بيست ارتست انا سمعتهم ليتلي، بتقولي من سنه لهلا. بدي احكيك عن الكونسيبت. نحن رح نسمع كلون عم بغني. كلون اسمه بودلز بيتي بارتي، اذا بدنا وي ونت تو دايسكت هيز نيم. هو اسمه بودلز وبيتي هي شفقه، بدك تقولي. يعني دائما هو الزلمه وقت طلع او فيرست ابيرنس تبعه كانت على بريتانيا امريكاز جوت تالنت، هون اكتشفناه للزلمه. عن جد بتشوفه قد ايه هيز ان ارتست جينيوس. بيطلع هو ما بيحكي، يعني بتساليه سؤال ما بيجاوبك، دائما وجهه في عندك بضله زعلان على وجهه، ملامح الزعل. وقتها بيطلع هو ليعمل برفورمنس انت ما بتتوقعي شو بده يعمل. اوكي، يعني كاتلون يعني كان يطلع وما يحكي ابدا، ما بيحكي شيء، بتساليه سؤال ما بيجاوبك وبيفرجيك بهيك وجهه، دايماً على وجهه في حزن، في زعل. غريب مع انه يعني الكلون المفروض يكون عم يضحك. صحيح، اتس بيتي بارتي، هو زعل. لنروح على الشخص الاساسي، هو اسمه مايك. هي 6 فيت تول، يعني بدنا نحكي بالمتر و90. طويل جدا، كثير كبيره يعني. وقت طلع على الكلون، وقت عم يطلع على الشو، عن جد زين. نحن انا فضلت حتى الموسيقى دغري، نبلش بالموسيقى، شوفوا الصوت. وقتها طلع اول شيء زعلان وما عم يحكي، ما بتتوقعي يطلع منه هيك بيرفورمنس. رح نبلش بهالفيديو، رح نسمع اغنيه من عندي ورح نحضر فيديو ثاني. بدنا نشوف الاصلي كمان هو كيف شكله. بنشوف الاصلي، بنشوف يعني اذا بدك نحضر مع بعض. Party girl, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, I push it down. I'm the one for a good time, call phones blowing up, ringing my doorbell. I feel the love, I feel the love. One, two, three, one, two, three, drink. One, two, three, one, two, three, drink. One, two, three, one, two, three, drink. Throw it back till I lose count. I'm gonna swing from the chandelier. The chandelier. Doesn't exist like it doesn't exist. I'm gonna fly like a bird to the night. Hear my tears as they cry. I'm gonna swing from the chandelier. I'm just holding on for dear life. I won't look down, won't open my eyes. Keep my glass filled until morning light. Cause I'm just holding on for dear life. Help me, I'm holding on for dear life. I won't look down, won't open my eyes. Keep my glass filled until morning light. Cause I'm just holding on for dear life. Help me, I'm holding on for dear life. Won't look down, won't open my eyes. Keep my glass filled until morning light. Cause I'm just holding on. فظيع فظيع، يعني هو اصلا طالع كبيرو، بيرو لانه عنده الدموع على خدوده. عن جد لا، بيرفورمنس بتطير العقل، صوته كثير حلو وموديله كثير مهضوم. وحتى سايمون يعني اللي هو من اصعب الجادجز يعني بهالبرامج، هو حتى سايمون بيقول له وقف له وزقف صح له. يعني سايمون بيقول له، ولا نحن عم نحكي بيقول له يعني انا اي دونت لايك كلاونز، عنده هو عقده مع الكلاونز وانت عم تغير لي رايي بالكلاونز. يعني مثل ما قلت لك الامبرسيف كان فيها البرفورمنس اكيد بتعقد، يعني السوليس شو اللي جاتو بدك تقولي. عن جد اللي الامبرسيف انه كيف طالع ما عم يحكي، ما بتتوقعي شو بده يعمل، وفجاه تسمعي هيك شيء. شو عمره يعني هو تقريبا؟ هو كبير بالعمر، ما مبين، لانه مبين منه صغير كثير. صح، اراوند 45 ييرز. مش كثير كبير، بس مبين انه مبين انه اكبر حتى. صح، هو كان عنده هو باند اسمها كينج سايز، يغنوا بمحلات بلندن. واذ غيرت الخبريات، قرر يطلع بهالكونسبت. هو الحلو بهالكونسبت انه هي كرييتد ا بيرسون،
فاضل سبيتي بارتي هو أميل شخص اخترعه، هذا الشخص زعلان بالحياة منه مبسوط، كل الأغاني اللي بغنيها بدي تقولي مثل أغاني زعلان فيها. رح نحضر فيديو بس بدي سمعي غنية Losing My Religion، عرفتي الغنية تبع أي أم؟ نسمع هو كيف غناها. عن جد طريقة الغنى تبعه بتلاحظي قد ايه هي ارتكوليت تفهم الكلمات اكثر من الارتست العادي، بعدين صوته هيك فيري ديب، اتز فيري ديب، يعني عن جد هو بدك تقولي هيز بورترينج البيرسونا تبعه، يعني اخترع مثل شخص زعلان، وكل الاغاني اللي عم بغنيها حتى من اهم الاغاني، يعني في عندنا غنيه بلينك 182 اول ذا سمول ثينجز، هي غنيه كثير سريعه بدك تقولي وكثير مشهوره كانت وقتها. بيبطئ كل الاغاني تبعه بس يفوت بالمود تبعه بيغير كل شيء. صح، في عنا ميوزك فيديو عمله كمان نحضره مع بعض. When I was young I never needed anyone and making love was just for fun. Those days are gone. Living alone, I think of all the friends I've known. But when I dial the telephone, nobody's home. All by myself. Wanna be all by myself anymore, by myself. Don't wanna be all by myself anymore, all by myself. Don't wanna live all by myself anymore. بجنن. لا هو يغني رائعة اصلا، بس هو عن جد صوته حلو كثير وقفته معبره، يعني حتى مهضوم كيف انه واحد بده يعمل بيرفورمنس، يعني بالعاده انه البيرفورمنس بالعاده بيطلع الارتست بيمسك الميكروفون وبيغني. صح، exactly. هو بده يعمل ميك اب ويلبس الكاركتر تبعه. كل الاغاني بتلاحظي بنقيها، عن جد عم بنقي الاغاني ذات فيتس هيم يعني. صح. طلع كمان مره غنى غنيه رويالز، ات وازنت، بيقولوا لك انه ما كان هيدي البرفورمنس اللي حلوه، بركي هيدي هي اللي خسرته، هو طلع ثاني واحد. بس فوتوا على البيج تبعه على يوتيوب، ما عنده البوم انفورشنتلي، فضل سبيتي بارتي، في عنده بحدود 60 70 فيديو، وكثير هو هيز اكتف لدرجه انه بيطلع ريكوست. يعني هلا اذا بتسمعكم غنيه بس من لحق من لحي ما من لحي غنيه ماد وورلد اذا حدا بيعرفه. Worn out places, worn out faces, bright and early for their daily races, going nowhere, going. Are filling up their glasses.
يعني لا حلو كثير. السلكشن اللي عنده اياها اتس فيري بيج سلكشن اوف ميوزك ريكويست. الناس الاغاني المشهوره اللي بتعرفون هيز دوينج ات از ا كفر بس عن شخصيته كمان. يعني سمون هو سيد بس تسمع الغنيه بتنبسطي لانه عن جد اتس جريت بيرفورمنس. صحيح فاضل سبيتش بارتي بنصحكم تفوتوا تسمعوا الموسيقى تبعه. شكرا كثير جون، بنشوفك نحن الاسبوع الجاي ان شاء الله بعالم صباح. رح نتابع محطاتنا بعد شوي مع انيمال تيلز، خليكم معنا.